جائزة شو؟ مكتوب هون إنه فيلم محمد الشامي أخذ 4 جوائز بمهرجان القاهرة السينمائي، وهالجوائز على الإخراج والسيناريو والملابس، وسالم أبو ريشة أخذ جائزة أحسن ممثل. شو أبو سعاد؟ مبين ما طلع لنا شيء. دخيلك، وشو بده يطلع لنا يعني؟ إيه على القليلة يقلعوا عيوننا بشقفة جائزة، لعما ضربن على هالشغلة. شو بكي أم سعاد؟ هاي الجوائز للفنانين بس، أنا فنان شي. بدك الصراحة بابا، أمي معها حق، يعني ليش متجاهلينك كل هالقد؟ أنا ما عم بعرف. لا دعوك على الندوة، ولا دعوك على حفل تكريم أسرة العمل، ولا في صحفي داس عتبة بيتنا، بقى ليش كل هالتجاهل والتقصير؟ ما عم بعرف بابا. إذا هنن ما عم يتذكروني يصطفلوا، شو يعني؟ روح أنا لعندهم وقل لهم ليكني أنا محمد الشامي المجاهد. بعدين أنا ما حاربت ضد فرنسا مشان اتبروز واطلع على التلفزيونات وينحكى عني هون وهون. أنا عملت واجبي بابا، عملت واجبي اتجاه وطني وبلدي، يعني ماني مني على حدا. بقى يصطفلوا إن تذكروني أو إن ما تذكروني ما بتفرق. بابا مو مكتوب إمتى رح يعرضوا الفيلم عنا؟ بلا بابا، الافتتاح الخميس الجاي بصالة سينما الرازي. ايه اخي ابو سعاد، ما بدنا نحضر هالفيلم بمعيتك. ليش لا منحضره؟ انت انت ما بتكون اصبح اليوم المساء منروح على حفله الساعه 6. ماشي ابو سعاد؟ ماشي، اتكلنا على الله. اتكلنا على الله. يا اخي اللي بيحضر مع بطل الفيلم غير شكل.